وزارة التجارة والصناعة والاستثمار. هذا اللقاء هو مهم اللي جاء بعد التعليمات اللي أعطاها صاحب الجلالة للحكومة للنهوض بقطاع التشغيل، ولا سيما في لا سيما الشباب اللي اليوم كتعرفوا أنه كيعرف واحد العدد ديال البطالة كبيرة في صفوف الشباب الحاملين للشهادات. اليوم صراحة كانت صراحة كان وضوح ان شنو هي النواقص، شنو هو المشاكل اللي كتعاني منهم الجهة. التدخلات كلها صبت في نفس التوجه، ان هناك غياب دعم ديال الحكومة للقطاع ديال الاستثمار في الجهة، لان اليوم الى بدينا كنتكلموا ان هناك مشكل كبير ديال المناطق الحدودية بعد الاغلاق ديالها، لهذا اثر على المجال الاقتصادي في الجهة اللي اليوم ساكنه ديال الشريط الحدودي اللي كتحاول باش تندمج في المنظومه الاقتصاديه الجديده. هناك كاين المناطق ديال بوعرفه في كيك، الدريوش، قرسيف، تاوريرس، جراده اللي تاهي اليوم فيها برنامج، وكنتمناو الحكومه انها باش تسرع بالالتزامات ديالها في اللي كانت التزمت بها. تطرقنا الى المشروع الكبير هو ميناء النهضه المتوسطي. هذا المشروع هذا اللي البناء ديالو كيعرف واحد الوتيره زعما في البناء اللي غادي يكون في الوقت في الوقت ديالو المحدد، غادي يكون جاهز في سنه 2021، ولكن مع الاسف باقي القطاعات المواكبه لهذا المشروع هي غائبه لحد الان. غياب طريق السيار، غياب ربط السكك الحديدي، غياب الطريق السريع اللي غادي يربط ما بين الناظور وهذا الميناء المتوسطي، بناء غياب وتاخير لحد الان في الانجاز ديال المناطق اللوجستيكيه والمناطق الصناعيه اللي غادي تستقطب استثمارات. اكثر من هذا، كيفاش يمكننا اليوم غادي ندمجوا هاد الشباب في هذا المشروع هذا، ولحد الان لا توجد هناك مراكز للتكوين. لحد الان يلاه الجهه الان كتقوم بواحد اتفاقيه مع الجامعه لانجاز واحد ثلاثه المعاهد المهمه، ولكن هناك تاخير كبير في تاهيل الشباب. وكما كنقول اذا كانت الشباب رحل من الجهه ديالنا ومن بعد عاد جات الاستثمارات غادي يكون عندها تاثير سلبي، ما غاديش يكون عندها ذاك التاثير الايجابي. اليوم كنقول لك بعض المناطق اللي وصلت التخمه في الاستثمار لابد من توجيه الاستثمارات نحو جهه الشرق. اليوم بهذا الميناء هذا غادي نفتحوا على جميع الاقاليم ديال الجهه اللي غادي يكون عندها تاثير ايجابي، وكذلك على جهه فاس مكناس اللي بالطريق السيار اللي غادي يربط ما بين قرسيف والناظور غادي نقدروا نربطوا هذه الجهه. وكذلك طلبنا الحكومه بربط جهه درعا تافيلات، لان هي المتنفس الوحيد ديالها هي جهه الشرق، هو البوابه اللي ممكن تجر هي كذلك هذه المنطقه هذه. نتمنوا صادقين باش الحكومه تلتزم بالتعهد ديالها، ولا سيما في قطاع التشغيل، لان هناك ما يمكنناش اليوم كنتكلموا على 6 مليار تاع الدرهم ديال الاستثمار اللي دعم المقاولات ودعم الاستثمار، ولكن الجهه كتستافد 1% هي 6 مليار سنتيم. هذا صراحه مشحف في حق الجهه، ونتمنى ان شاء الله باش تكون رساله وصلت الى جميع المسؤولين وجميع الحكومه باش يتحركوا في هذا الموضوع.